السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم رشيد أبنا من قناة لا توبوغرافي كورس يفضو. كما وعدتكم أنه غادي نوريكم داخل الحسيمة. الحسيمة هذا فيديو تابع الفيديو اللي كنا شفنا فيه غابة بوجيبر، المنتزه الوطني في مدينة الحسيمة. فذاك الرمبة اللي كدور على اليسار كتطلع الغابة، هذا على اليمن. فغادي نوريكم بعض الشواطئ كما غادي نوريكم أمور هنايا في الحسيمة. الطريق كتدي مباشرة المحطة الطرقية ديال مدينة الحسيمة. المهم ينتبه الإنسان غادي يكون رادار، ما تفوتش ستين، السلامة الطرقية. كما ديجا قلت أن الحسيمة تمزج ما بين مجموعة من المناظر الخلابة، جبال ومناظر بانورامية ما شاء الله. دابا هي المحطة الطرقية لمدينة الحسيمة. هذا هو الرومبوا الكبير ديال المحطة الطرقية اللي بغى الطاكسيات ليه الطاكسيات كذلك. هنا دخول الحافلات. واحد الكلينيك ديال باديس كيتواجد بالقرب ديال المحطة الطرقية النيت، وكيتواجد حدا المحطة الطرقية. واللي بغا يجي كاين شقق بغا مبيت. الشاطئ جميل جدا، وغادي تشوفوا راه كاين واحد المناظر بانورامية هنايا.
ما كتشوف ولايات هذاك الجامع، هذا الجامع راه حدا المحطة الطرقية من هاد الجهة قبل منه اللي كنت وريتكم، كتجي ديريكتومون كاين الرون بوان فاش جاية هذيك الطروبيل البيضاء، او كتجي داير هنا كاين ألعاب ديال الدراري، واحد جاردة اسباس فيغ هنايا، وكتجي كتزيد 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 هاد الألعاب، هادي طواليت طواليت، ومن بعد كتشوف هذا المنظر البانورامي ديال كالافونيتا ما شاء الله، فجميل المنظر، الحمسيما كتمتاز شوار واطئ خلابة ما شاء الله. أنا بطلع شوفوا الألعاب، مع ذلك سنقوم بزيارة كالابونيتا. الدرجات واحد البالمية هنا أوليفي، هذه هي الطواليت اللي قلت لكم هنا زوينين، هذا المشروع ديال لي طواليت في المغرب في الشواطئ زوينين، ألعاب الدراري الصغار يبغى يلعب. اللعب بغيتي تلعب شوية؟ أوه لا صافي، بركة بركة، كاين هنايا الألعاب، هاد إسباس فير، شي منظر بانورامي عاد دابا تيبقى يبان، ها هو داك
دي كافي زوين هنا يا سلام في هذا شاطئ كالابونيتا لابونيتا شاطئ اسلم الجهة الاخرى كالا الوجه بونيتا هو الوجه الجميل اللي بغي يتعرف على من على كالابونيتا والسعودية هنا نعود للشاطئ شاطئ زوين اللي بغي تبحر لقيت الصيف تبارك الله شكت تتبحر صلاي هنا غادي نخليكم الى فيديو جديد ان شاء الله مع شاطئ جميل من مدينة الحسيمة.